انقذونا، انقذوا الاطفال، انقذوا امهات الشهداء. دم شهدائنا راح هيكي. كل شهيد بالوطن هو ابني، كل شهيد بالوطن هو منا. نحن متنا يعني ما عاد الناس قادره تتحمل. واحد صار يعجز يطعمي ابنه بيضه مسلوقه الصبح، صار يعجز يسقي كاسه حليب. الكبير منا اللي ما عادش قادر يقوم من الفقر وضعف الدم والجوع والتهبنا فوق التالي. يعني كل شيء المواد الغذائيه ما عادش قادر يطبخ الواحد طبخه المجدره. صار اذا بده يطبخ الطبخه بده يفكر فيها 100 مره اياها ارخص واياها بيقدر يطبخها، بيرجع بالاخير بيرجع يمكن ما يطبخش. انقذونا انقذونا يا احرار السويداء يا شرفة، كل حر بالوطن يشارك بالمضار. امهات الشهداء اطلعوا شوفوا دم اولادكم، اطلعوا طالبوا بحقوقكم. راح دم شهدائنا غدر. لو ايمتى نضلنا ساكتين؟ لايمتى نحن بدنا نضل صابرين على وجعنا؟ انتهبنا من قبل الاعداء والغاشمين، واغتصبوا ارضنا واغتصبوا بترولنا واغتصبوا كل شيء، في كل الحريه فين سلبونا منها. ما عاد نقدر نتحمل. تحية لكل شريف وحر بيطالب بالحرية وبيطالب بدم الشهداء وبيطالب بغذاء الأطفال. أطفالنا ماتت، أطفالنا صارت ما تقدر تقف من الفقر والجوع.